الثقافة أنه نحكيه عليها، نحكيه على سواء إصدارات متاع مثقفين أو مفكرين أو أدباء أو كتاب توانس أو موسيقيين، زادة نحكيه زادة على إشكاليات ومشاكل نجم تكون زادة في الوضع الثقافي في بلادنا. يظهر لي الثقافة هي اللي اليوم فيها أزمة كبيرة برشا. الثقافة اليوم التظاهرات ومعناتها اليوم أيام قاعدة تتأجل سواء في معرض الكتاب أو أيام قرطاج المسرحية. ديجا فما أرتيكل في جريدة الشروق يحكي على تأجيل أيام قرطاج المسرحية الذي يثير الجدل وبين المسرحيين، وعديد التظاهرات اللي تأجلت اليوم في تونس. والثقافة آخر اهتماماتنا أصبحت في بلادنا معاذ الشريف. والله خلينا نشوف، قبل هذا الكل احنا معناش وزيمة ثقافة. ديجا هذا الناس اللي زما تعرفوا كان نساو الناس تعرفوا الفضيحة، خلينا نقول بين الظفرين نتاع اللي صارت على المستوى التسيير نتاع وزارة الثقافة، وخاصة اللي قام به الوزير كيفاش تكلم وكيفاش خاطب عرفوا اللي هو رئيس الحكومة. تحب ولا تكره فما حاجة اسمها في الدولة، فما عمل حكومي، فما نواميس الدولة، فما هيبة الدولة، هذا رئيس حكومة، مش جي انت وزير ثقافة مع حفظ الألقاب بالطبيعة، منيش نلمس في حتى شخص، لكن هذا شو عارفك لازمك أول حد حتى انت انا متعارك انا وياك، ما تخرجش تقول تخرج في تصريح انت وزير وتقول هذا ما يعنينيش، وهذا شو ما يعنينيكش، ما كلام حصلوا زيد الرجوع الى للوراء. معناتها فضيحة دولة، فضيحة الدولة اللي تسبوا فيه الوزير الثقافة اللي صار. في المقابل شنو صار؟ السي حبيب عمار هزيناه، ولا هزينا شطر السي حبيب عمار من وزارة السياحة لوزارة الثقافة. شنو عملنا؟ شنو حصلنا؟ خسرنا وزير سياحة ومربحناش وزير ثقافة. حقا الحق صباح سيق لهنا وسيق لهنا، ما شفناش حاجة كبيرة. نمشيو للمبعث، شنو اللي صار؟ تقريبا العاملين والناشطين والفاعلين في المجال الثقافي كلهم مضرورين، الا اللي يخدموا في الوزاره بطبيعه بما انه الدوله تعطيهم في الشهرين نتاعهم. الناس الكل من الفنانين من العازفين من التقنيين من الممثلين من الادباء من دور النشر من الموزعين الى غير ذلك. راهو احنا نقولوا وزاره الثقافه نمشيو في مخنا كان سبكتاكل، ليه؟ ماهيش المهرجان وماهوش سبكتاكل فقط. وزارة الثقافة تقريبا نشوفه بطريقة غير مباشرة ومباشرة، ما عنديش الإحصائيات الرسمية والإكزاكت، يمكن عشرات الآلاف اللي هما مرتبطين القوت اليومي متاعهم من الثقافة. نمشي لكم أكثر حاجة، احنا تقريبا قاعدين نمشيه في القرارات السهلة، هذه تأجيل الأيام المسرحية، هذه حاجة الأولى. وشوف نعرفوا الكوفيد ونعرفوا كل شيء، راهو مش معناتها، لكن مرة أخرى تحدثنا علاش ما نشوفوش قرارات أخرى ما نجوش به تأجيل معرض الكتاب. به تأجيل معرض الكتاب بصراحة كمواطن تونسي شنو اللي يمنع؟ شنو اللي يمنع؟ اللي أنا نكري سالة متاع أوتيل، سالة متاع نزل ريسبسيون تمام ساكرين، قداش في حمامات قداش محلولين نجموا ينزلوا من النزل؟ توا عشرات الوتر في حمامات سيد واحد مسكرين كلام. أي اللي مازالوا محلولين معناتها اللي نجموا. أي معناها على 160 ثم يجي 90 محلولين. تتكلم الناشرين تقول لهم راهو باش ننظموا كما نقولوا مثلا في في مدينة الحمامات أيام 6 و7 و8 راهو المعرض باش نحلوه، معناتها يكون معرض ما يكون سالة واحدة. ويهزوا النسخ، اخدم ما فماش العارضين الدوليين مثلاش نخدموا كان بالكتاب التونسي. شنو المشكل؟ معناتها شنو المشكل؟ الإدارة الجهوية للثقافة في نابل تقوم بالأكسيون هذه، وكيفها كيف الإدارات الجهوية الأخرين؟ نتعاونوا والناس تنقل ونحترموا البروتوكول الصحي، مثلا عبارة في سير سيرفيس هذيك الطاولة نتاع سير سيرفيس الماكلة تلقى فيها الكتب، ونحترموا التباعد الاجتماعي ونحترموا الدخول. اذا كان مش نحبوش معناتها نقول الناس كلها تكتظ فرد مره. مش معقول انه اول حاجه ما نخليوش المثقف يخدم، وما نخليوش الثقافه معناتها نقطعوها الثقافه، ما تقطعناها تقريبا الشعب التونسي اذا كان مش يتفرج في اليوتيوب ولا يتفرج في التلفزه ويعاود في اسبوعي ما عنده حتى علاقه بالثقافه. بالحق راه انقطاع، باش انت تحب على الكتاب الفلاني ما تنجمش تلقاه، تمشي حتى المكتبات لهنا ما تلقاهش. تو احنا في نابل شخصيا مشيت ثلاث مرات يقول لي باش نجيبه باش نجيبه، بعد قال لي راهم موزعين ما يجيبوش.
فهمت معناتها كيفاش نهبط انا للعاصمه وهل فما في العاصمه ولا خاطر راه فما شعب تونسي غير موجود في العاصمه راه فما شعب تونسي في نابل في صفاقس في سوسه في قروان في جندوبه في كيف في الكيف في غيرها معناتها هذا يلزمنا ناخذوا في بعين الاعتبار علاش ما نعملوش ديزاكسيون تا وزاره الثقافه تبارك الله راك تمشي وزاره الثقافه قلعه وزاره الثقافه والناس اللي يخدموا فيها معناتها ساعات نقول يا ربي هذم كل فاش يعملوا فهمت علاش ما فماش واحد يقوم بفكره تاع دعم الكتاب في تونس مثلا الناس اللي قاعده راهو تعرف يمكن او سفيان هو احنا في حضره سفيان راهو باش تطبع وتنشر كتاب قمرت بفلوسك راه في تونس قمرت بفلوسك في بلاد اخرى في بلدان اخرى راهو عباره معناتها ربحت في اللوتو في 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 تونس قمرت بفلوسك اذا كان احنا ما نشجعوش وما نسوقوش اولا خاسرين على مستوى الثقافي مستوى التكويني ومستوى المعرفي وتزيد خاسر على مستوى المادي خاطر فينا الناشر والاديب وكل ما هو هذيك مورد رزق معناتها تقريبا الدوله التونسيه اخر اهتماماتها الثقافه تاخذ فيها اسهل القرارات والدليل لحد الان اللي عندها استراتيجيه الدوله على مستوى الثقافه ما فماش خطه ما فماش خريطه طريق هذا بالاضافه اللي احنا انا احنا حبيب عمار معنا مع حتى مشكلة السيد الوزير لكن بصراحه عنده مشاكل في السياحه وزيدوا مشاكل في الثقافه ما ينجم في الاخر ماهوش باش نجم يعمل لا ينفع لهنا لهنا على الاقل السيد اللي يخدموا في 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 الوزاره وياخذوا في الشهريه توا هما حياتهم كانوا صح عليهم هذيك خدمتهم لكن على الاقل يمدوا بافكار يحاولوا يعملوا خطيوه يحاولوا يسهلوا الحكايه توا احنا هاو المطاعم والريستورونات يسكروا الاربع نتاع العشيه خويا عملوا لنا صاله نتاع بروجيكسيون مع التباعد الاجتماعي صاله فيها فلوتله ما تتنقل هي تاخذ كرهبه بالكتب وتمشي اللي يحب يشري واللي يحب يشري مع التباعد الاجتماعي وتعمل بروتوكول فهمت الناس هذا نتاع اللي يخدموا في الثقافه يعملوا خطيوه ما هم عندهم الاراده وعند كل شيء مش معقول انه باش نخليوا الناس هذم الكل رزقهم مقطوع كريمو لمده اشهر واضح اسهل قرارات سوفيا فرحات هي تاجيل او الغاء التظاهرات وانت ادرى باهميه التظاهره الثقافيه اللي ترجع بالنفع ومعناتها البرشة عباد تخدمهم الثقافه اللي ما وقفتش في العالم مش معناتها احنا وقفنا معناتها العالم كله وقف وهذا دليل انك تنجموا تدخلوا توا تلقاو فما معرض كتاب موجود في الشارقه الاماراتيه العالم الكل موجود احترام البروتوكول الصحي اسباس كبير برشا الناس الكل موجوده توا مثلا في الامارات الموزعين الكتاب الادباء وانت تعرف سفيان ومفكر وتكتب وعندك عديد الكتب وعندك عديد معناتها السبكتاكل زي اللي موجودين تعرف قيمه تظاهر ثقافي بالنسبه للانسان اللي يخدم في الثقافه اكيد جدا هو ساعة خلي ناخذ من وقت الثوره الثوره عرفنا 9 وزاره ثقافه فيها 12 حكومه معناها وتوا ما عندناش وزاره ثقافه زد على ذلك كان تاخو على مستوى القيمي تحسوا أنه آخر اهتمام الحكومة هي الثقافة وفلوس الثقافة نحاوها وقاعدين يسكروا كان ناخذوا فرنسا مثال فرنسا مثال نهار 5 نوفمبر هذية الحكومة اتخذت أجراء لمساندة الكتاب ش قالت الحكومة الفرنسوية المكتبات الخاصة تتكفل الدولة والبوستة وزارة الاقتصاد الفرنساوي باش توصلك الكتاب للدار بلاش أي كتاب تدخل توا فناك ولا امازون ولا كولتورا كوم عندهم عشرات واحنا موجودين في تونس ديري بلال وعندنا ناشرين وغيره دونك خذوا اجراءات احنا شنو وصاير الفلوس بتاع الثقافه ومتاع التربيه نحاهم عليك وقت دايروا مشاكل في التربيه زد على ذلك قبل كي تشوف انت وزاره الثقافه تقول كان عندنا سي شادي قليبي عندنا معنا التربيه والتعليم زاد كان عندنا سي محمود المسعدي كان عندنا سي الحبيب بن سلامه كان عندنا سي الحبيب بولعريس وما ادراك كان عندنا معناها ناس معناها ذات قيمه عالميه سي البشير بن سلامه اللي كتب روايه عائشه وكتب روايات اخرى وكان حب يعمل 1000 مكتبه حق منهم يجي 600 وحاجات كيما هكا تحسوا انه الان اخر اهتمامات العباد الثقافه كان تاخذ طاقم الحاكم سيديزان الفابيت بيلانج يعني قليل وتلقى انسان مثقف في السلطه تو اما تلقاه يعاود في كول نتاع قراه وهو صغير فهمني والا ما عندهمش مشكله حبيب العريس يكتب مولاد الثالث والاستوار لا تونيزي ولا الشي البشير بن سلامه ولا الشي محمود المسعدي اللي تقرا في العالم اجمع وغيره معناها ثم اشكاليه كبيره اليوم بالحق انا مع اولا توا تاخذ انت لي دونسينغ ثم ناس توا يدخلوا نص نهار
لحديش يبداو يشطحوا في الحمامات يدخلوا هو بريتوم مظلام ويحطوا دف دف ويشطحوا حتى الاربع الاربع يروحوا كما يعملوا في الليل يعملوا تاو في النهار. انت تهز طياره فيها 300 شخص 225 شخص لاصقين بعضهم كل سته لاصقين بعضهم في صف وما تجبش تعمل عندك انت فضاءات معناها كيما دور الثقافه ودور المسرح ودور الشباب وغيره وتنجم تعمل تباعد يعمل كرسي وزوز كراسي وكرسي وزوز كراسي فارغين وكرسي اخر. اولا سندين كيما قالك سما 60 ل 70 الف يعيشوا ديريكتوم من الثقافه زياده على اللي يسميهم ليزانترميتون دو سبيكتاكل المتعاقدين مؤقتا مع الفرجه. الثقافه فرجه لكن كتاب كذلك مسرح مغنى. علاش ما تعملش حفلات؟ قاعد تطلع في الناس في الكيران في الترينوات علاش ما تعملش؟ قاعدين يموتوا بالشر العباد ومش قاعدين يدفعوا لهم في فلوس. ووزير الثقافه وقت احنا حكينا وغيره وعديد الناس حكاوا وسيد رئيس الحكومه خذا اجراءات قال باش تعطيهم 300 دينار كل واحد وحاجات كيما هكا. دونك ثم اشكاليه كبرى اليوم سواء الثقافه تعميم الكتاب المسرح الفرجه المغنى الرقص السينما ونجيو التظاهرات عندنا اللي هي نواره كيما بار اكزومبل ايام قرطاج السينمائيه اللي تعرف بها سام بن عثمان وتعرف بها معناها من باب الحديد تعرف بها والعصفور وغيره يوسف شاهين وتعرف بها تقول انت سليمان سيسي وتعرفوا بها الكبارات من اجله مع الكتاب قبل كنا نعملوه في افريل ضيعناه عام من العوام بعد ولينا نعملوه في نوفمبر بعد ما عادش نعملوه يعمل مع الكتاب التونسي عندنا توا ناشرين تونسي موجودين في الشارع ناشرين تونسي والفترة هذه فيها عدد كبير من الكتب بالعربية والفرنسوية خرجوا في تونس حتى بالإنجليزية ولا يكتبوا الشباب. دونك بالنسبة للسلطة كما يقولوا هي آخر عجلة متاع الجرديني سي لا ديرنيير غو دو لا شاغيت ما يهمهمش الثقافة. أور أنت إنسان مثال العنف. العنف هو شنو؟ هو سيت اون باثولوجي تاع كولتور برز على مستوى الثقافة. المنظومة القيمية ضربت الإرهاب شنو؟ فكرة. يبدا انسان يكفر والا يدخل في حاجه اخرى. الظواهر الاجتماعيه هي تبدا افكار وتتحول الى قوى ماديه بتصرفات الاشخاص. دونك الثقافه اساسيه في مسيره الشعوب. بورقيبه بورقيبه يسبوا فيه لو يعملوا عمل خطاب نهار 7 نوفمبر 1962 فهمتني؟ والخطاب هذاك قال فيه جمله نتاع بينارد شو اعطيني مسرحا اعطيك الشعوب العظيمه. من الوحيد من رؤساء العرب والمسلمين ومن القليل يمكن في العالم ما نعرفش اللي عمل خطاب على المسرح وكان هو نفسه كريتيك بتاع مسرح وبلقيبة كان يعمل في المسرح كان يمثل هو صغير باش يوريك انه كان ثم قيمه كبيره للثقافه. يحكي لي سيد الشاد لي القريبي رحمه الله عليه حكيت لك مره قال لي انا اختاروني وزير قلت له كيفاش؟ قال لي بالكونكور. قلت له كيفاش؟ قال لي دوغول حط مغلوم يسرى في الكوتيلات قال لي يزور وزاره الثقافه يعطيوني تصور يا شباب. وقت الشيخ بشير بن احمد عمره 27 سنه والشيخ شادي قريبي عمره 28 سنه والشيخ حمد الغل عمره 29 سنه محمد مصمودي عمره 26 سنه وزير في الحكومه والهادي نويل عمره 31 سنه كلهم كانوا شباب مش القليل كما توا تشوف فيهم معناها كي يبدا عمره 70 يقولوا صغير توا شبيبه كانت هي اللي تحكم. قال اعطيت انا احسن تصور للثقافه. يا ولدي عندك برد وعندك الجمع عندك المتاحف عندك القروان عندك 30 الف موقع اثري بين 30 و 40 الف موقع اثري في تونس اعمل بهم باترنريا بيبليك بريفي وهاو سيدي في القصرين عملوا مسرح في هواء الطلق فهمتني؟ الاشكاليه انه هذوما قداش تستغلوا منهم 47 في تقرير رسمي وزاره الثقافه 47 على 35 الف خلينا نقولوا موقع اثري. وفي الوقت هذاك زاد سفيان باش نزيدك حاجه اللي كان فما عدد كبير من قاعات السينما موجودين في تونس العاصمه. تونس العاصمه وحدها كانوا فيها 80 قاعه سينما. كان نهار مهبطين كي شفتها في الانترنت قاعه سينما واحنا صغار انا صغير حديت عينيا ميمتي الله يرحمها كانت تمشي السينما الحمراء النمره ولا السيني سوار وبعد تقول لي بدا تفرج في فولادا وبدا تفرج في فاتوه وبدا تفرج في رابعه وكذا يحبوا نساسي تو لامبرا والسيني سوار وغيره وواحده صغار يمشيو استوديو 38 والبالماريوم كان كبير وغيره وصفاقر صفاقر كان فيها جي 10 قاعات سينما سوسه كيف كيف الكاف كان فيها مكسر فيها هنا نابل كانوا زوج ولا ثلاثه قاعات سينما قريبه كان فيها قاعات سينما قريبة بخلاف التياترو بخلاف التياترو يعني يوريك اللي اليوم سبب مخزون كما سما مخزون نتاع بترول ومخزون نتاع دقله ومخزون نتاع زيتون ومخزون نتاع الخام
عندك مخزون بتاع ثقافي كبير جدا، فهمتي، اللي هو رهيب جدا في هذا البلد، اللي هو انا ديما نقول تونس ماهيش كالفول ستانكولوزي، ماهيش تقاطع طرق بقدر ما هي معدن تنصهر فيه كل ما ياتي من الخارج ويتحول الى التونس. وهذا هذا اللي اثر على هذا اللي اثر على الجيل الجديد. السيد رئيس الحكومه قل له بار اكزومبل اعطينا شكون خذا اخر جائزه نوبل في الاداب، ما يعرفوش. قل له وقتاش شفت اخر سبيكتاكل مسرح؟ يقول لك شفت روايه، في روايه تفرج في اسبوعي بيزم. تقول له ايه روايه؟ ما عادش الروايه شريه، ما قراش قصه. تقول له شكون حسن المصباحي؟ شكون مفدي زكريا؟ شكون؟ ما يعرفوهمش. علاش؟ على خاطر ما عندهمش التكوين الثقافي. وفي نفس الوقت النخبه قاعده تهرب. وزير الدفاع شفته البارح في افتتاح معهد الدفاع ولا البارح، قال عندنا 95,000 هاجروا منذ 2011 اللي هم في مجال الطب ومجال تكنولوجيا الاتصالات ومجال الهندسه، معناها 100,000 تقريبا، معناها هزوهمنا الى اوروبا. دونك النخب ما عادش تلقى وين تعيش. قبل كانوا عندنا السبيكتاكل، عندنا الفداوي، انا حليت عينيا مع الفداوي والقوال والاديب والادبة وبوسعدية وال معناها السبيكتاكل دولي صندوق عجب والبراني على برا والمغرومة يجدد، ومعناها كانت موجودة الثقافة في الشوارع. توا تحاهم سقاق منعوهم، عملوا مؤسسات، لكن ثم تصحر كبير. وبعد يقول لك شبيه لوجون كما قالك، كما يقاش اليوتيوب ولا كما يقاش نتفليكس، لوجون ما عنده حتى شيء مسكين. يمشي او انت تمشي تفرج في سينما كبير دول بيستريو فيها طقوس معناها ايفينمون. دونك اليوم بكل صراحه نطلب من سياده رئيس الجمهوريه وسيد رئيس الحكومه انت شوف حتى مستوى التدني. توا النواب يقول له والله لما نفتقك من بعضك، نايم تحكي هكا، والاخر يقولوا والله لما نقطعك شو تو نايب تحكي هكا، تي كلام ما يتقالش، حاشا من يتصنف يكتبوا فيه. معناها شوف حتى الكلام نتاعنا كيفاش هبط، معناها المستوى، معناها المحل شاهد نتاع التونسي وغيره هبطنا الى منطق السوق السوقي وفئات السقف. انت الانسان لما ترميه في البحر لو الريفلكس نتاعو الاول باش يغرق، تعلموا يعوم. الثقافه هكاك تعلم الانسان يعيش في الحياه. تعريف الثقافة هو ما تبقى عندما ينسى كل شيء. سي سكي ريست كونت اون اورا توت اوبليي. بربي قل لي تونس بلاش سانت اوغستان، كي تقرا كيفاش هو صغير كان ينتمي لك المانيكيزم وكان يحب يتبع البنات ويشوف في المسرح ويبكي، اللي هو لان دي كاتر دكتور دو ليغليز. شنو العالم بدون ابن خلدون؟ مش تونس، شنو العالم بدون ابن خلدون اللي جاب علم التاريخ وجاب السوسيولوجيا؟ شنو هي الدنيا بلاش ابن رشيق؟ شنو الاسلام بدون الطاهر بن عاشور؟ فهمتني؟ تشوف البلاد شاطات مثقفين كبار عبر التاريخ، قسطنطين الافريقي وعطات معناها ابولي هذا ابوليوس كتب روايه اسمها ليميتامورفوز التحولات، وسماها سانت اوغستان لاندور الحمار الذهبي. نتاع امراه تحب تمشي مع عشيقها كل يوم، عندها امراه توكلها حاجه من الخدم نتاعها وتولي عصفوره تمشي من بعد ترجع، هو حب يطير قال لها حطي عمل لي وكلته حاجه ولا بهيم، وقبل ما يرجع يسترجع حياته سرقوه سراق وغيره. ابوليوس هذا بناوا له صمبه وقت قرطاج في القرن الاول، عملوا له صمبه وعاش بين تونس وصبراتة وحكايه كي هكا، وكان معناها يمشي ومشى للهند ومشى للفارس. كي تقرا على ابوليوس ابولي اول روايه في التاريخ كتبها طفل من مدارج هنا بحذا ساق السيد يوسف معناها، والجزائر بقى يسميها 28 معناها بين سوق حجاز والجزائر، مولود غاديكا مدارج تو موجود. باش يوريك كيفاش انت عطيت هذه الاسامات والان تلقى روحك في هذا. انت تشوف حتى الصفحات الثقافيه في الجرائد ما عادش موجود. اعطيني برنامج ثقافي، الاخرى عامله كرشه وتقول لك هاني حبلت، والاخرى يقول له اعطيه داودي، والاخرى تضربها وتعمل روحها من بعد تقول لي نعم في كاميرا كاشي. حتى الذوق هبط. الكاميرا كاشي نتاعنا كي كان لوف كوكا اللي هو انسان انيق ومثقف وفينه في فكره عنده ليليغون، شوف الاغنيه التونسيه نحكيوها كل نهار، معناها حابين تو ان شاء الله نلقاو سي جديدي العويدي باش يدخل معانا. شوف ادم فتحي شو كتب بالاجيال، وشوف معناها الشاعر البنين نتاع علي الواتي وغيره. هذا يوريك وانه الدوله هذه تعمل على التجهيل، ومن بعد تقول لك شبيهم الناس. يا خويا انت ولود البوليسي وتطوروا وتهذب الاخلاق نتاعو، قاعد تعطي فيه في التصحر الفكري، ومن بعد تقول شبيه عفص عليا انت علمته كان الصحراء. هذه الاشكاليه. وزد على ذلك لي تكنيسيان دو سبيكتاكل،
ناس قاعدين يخدموا خريجين معهد ملتي ميديا وخريجين معناها معهد العلوم الاتصال ومعهد الاخبار وغيره قاعدين بطاله همش يخدموا كما سما شويه اذاعات وشويه تلفز قاعده تخدم حاره ما همش قاعدين يخدموا زد على ذلك كما قلت لك فنون الفرجه يا اخي تنجم تلقى حل يا اخي نمشي للمسرح هنا عندك سال دو لوبيرا ولا سال كذا اللي يرفع 1800 نقول يدخلوا كان 600 نعمل فيه تباعد وعدي لي سيدي حفله البالوف وعدي لي الطبوع وعدي لي معناها كذلك لقاءات معرض الكتاب عملنا معرض الكتاب التونسي تو عامين التالي في مدينة الثقافة وكان نجح وقبال شديد عليه اليوم مش موجود ماذا بينا ساعة أولا يسميه وزير ثقافة وما يكونش وزير ثقافة بالمحاباة وعلى خاطر شكله عجبني وعلى خاطر يبندل يا رئيس حكومة سيلسيل وإحنا وراك بالبنديل واحدة شفنا وزير ثقافة اللي قال هذه أكبر مني وشد فيه رئيس الجمهورية قالوا أنت لها ومن بعد هو نفسه جاء مش مستعرف برئيس حكومة كما نذكر قبيلة معان يعني في بلدنا مش نعملوا ثقافة ولينا نعملوا في التسويف في حاجات حتى بعض الدول وانت تعرف ومعاذ يعرف ماذا في المطار تنجم تنزع البوتون يهبط لك هاي تولي ديسيو فلسة يهبط لك كتاب كامل معناتها كتاب تولي ويت بالنسبة للزوتار وليزامبليمير قاعدين يموتوا المكتبجية في تونس كتاب تقول انت لميزة لعب المثال ليميزيرابل تقف هكا تحط سانكورو كيما باش تطلب جازولا ولا حاجه بالوقت يتباع لك الكتاب خاصه يحطهم في المطارات في التريلوات في التجاري في الكسايه الطويله في واحد خلينا نزيد من جوش عنصر اخر من المهم زاد حكينا حطينا كل شيء على الدوله وعلى وزاره الثقافه لكن خلينا زيد نقولوا ونحكيوا على الفاعلين المنجين كسوا من الكاتب وإلا حتى من الملحن وإلا حتى من المغني والناشر والموزع راهو فما راهو الدنيا تبدلت ما تنجمش تطبع كتاب وتقعد تتفرج لين يجيوك العبيد راهو هذا ما عادش يصير هذا راهو خارج التاريخ راهو تقرأ حتى سمعت قديش من أصحاب دور نشر يقولك احنا والله طبعنا وعملنا ليه ما عادش الدنيا هكيك بصراحة معناتها أول حاجة يزم خدمة على التسويق عندك ساعة عندك سوق وعندك وسيله باش توصل للسوق اللي هي الديجيتال والانترنت راهو اسهل وبليش فهمت توصل للناس الكل في ديارها هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه راهو كي تعمل كتاب راهو يزمك تسوق للكتاب وتسوق للحكايه نتاع الكتاب وتسوق خاصه للكاتب الكاتب هذاك يولي هو النجم يولي هو كيما المغني يولي هو كيما هم يحبوش كتاب بعدين ما عندهم لكن هكا الدنيا وليت علاش باش توصل خاطر في ظل التنافس الكبير راه شوف تو اي واحد يحط في الانترنت يحط ينجم يلقى فيرسيون بي دي اف نتاع كتاب اخر نتاع وحتى فما حتى المسموع زي تو مش حتى كيكه نجم تو هو يحب يشري كتاب من برا ينجم يوصل له بالانترنت لكن في تونس راهو ريقك يشيح باش ياخذ كتاب نتاع تونسي راه تونس يمكن حتى راهو تلقى معاك في نفس الولايه وتشيح ريقك يشيح باش تلقى كتاب ما تلعبت تفد وتمشي غادي ما انت فما طريقه نتاع ترويج وتسويق الكتاب راهي مازالت ناقصه ويمكن ما فماش ما عندناش منها معناتها بصراحه بكل لطف عندنا البحر قاعدين يخدموا بداو اما الاخرين قاعدين في الميديا كلاسيك وغيره تعرف مثال خرجت اليوم مؤخرا لوشارلو سكابيل خدمت على ديجيتال كي ندخل لجوجل تو نحط لك لوشارلو سكابيل يخرج لي في 0.48 سكوند يعني اقل من نص سكوند 4 ملايين و250 الف ريزولتا واضح وبعد تعب الفيرسيون الكترونيك كما قال عندي رواية خلاص عام 2010 التو نبيع فيها بالفيرسيون الالكترونيك تتباع اكثر من اللي بعت هي وكل ما جيت تبدا قاعد يقول لك هاو سيدي جاتك بالدولار فهمتني علاش على خاطر كما قال لك اليوم تستعمل الوسائل باش توصل للعباد وهو قاعد في داره خلينا نختم بهذه يا سفيان هو يمكن تفاعل حتى مع العباد يقول لك سفيان كيفاش تفسر انه العائلات ما عندهمش حتى كتاب موجود في الدار حتى العائلات لانه ما عندهمش تراديسيون تاع قرايه على الغالب والدار التونسي الكلاسيكيه ما فيهاش مكتبه ما عدا فيها الفناجن فيها اللصحنة فيها وساعات تلقى مكتبة فيها جوستومون كما قلت سكاكن وحاجات كما هكا للأسف الشديد مع الناس تراديسيون التونسي يمكن يقرأ صفحة ونص في العام تشوف أنت الترجمة مع الناس ياسر دولة الكيان الصهيوني يترجم فيها في سنة واحدة عاملين وحسبوا قدموا ترجمة عند العرب من عصر الأغالب لتو في عام المانيا اللي هي لغتها تتكلم كان في المانيا اكثر بلاد يترجموها الكتب نتاعها معناش تراديسيون ماذا بينا وانه نرجع الى القراءه والكتاب وخير صديق في الانام كتابه والكتاب سيتانجاجيت لو جينا من اول الدنيا
من اول الدنيا يعني كيما عندك بورتابل كيما عندك الكتاب ديما بحذاك ورفيق الطريق معناها كي تقلق تحل الكتاب ينجم يكون بون ديسيني ينجم يكون شعر ينجم يكون ادب ينجم يكون كذا للاسف الشديد ما عندناش تراديسيون تاع القرايه شوف التريلوات نتاعنا شوف الكيلان نتاعنا وشوف في اوروبا هما حتى الجرايد هذه علاش عملوها التابلويد يا اخي قبل الجرايد يخدم لنا عليها احنا تلقاها هكا صفحتين هكا خاطر الناس تقرا في التريل وفي المترو باش ينجم يقرا بسهوله وعنده بلايصه ما يقلقش العباد اللي بحذاك عنده التابلويد باش خاطر يقرا احنا ما نقراوش وي نختم بجمله بن غوريون شو اسمه موشي ديان اعتداء على مصر عام 67 خرجوا في كتاب سالوا صحافي قالوا كيفاش خرجها في كتاب قبل ما قالوا لجرب نوليسبار اخبار 9 تاع الصباح ورجعنا معكم في ساعتنا القادمه في البريم تايم.